مسألة رقم 3 آخر مسألة عندنا في الشيت 4. هقرأ لك برضه عشان مسألة كبيرة جدا. 3.3 كيلو فولت بار سيستم is low impedance earthed. The maximum earth fault current is limited to 400 أمبير. Select أول حاجة يبقى الفولت كارنت بتاعي الماكسيمم earth fault current 400 أمبير. وبيقول لك هات لي ال NER. ايه ال NER دي؟ اتفقنا ان انت لما بتيجي تقرب بتاخد نقطة من النيوترال وتنزل بيها على الايرث، تمام؟ فدي اسمها النيوترال تو ايرث ريزيستنس. النقطة اللي بتاخدها من النيوترال على الايرث في مقاومة في النص اسمها ال RE او ال NER، هو عايزها، ماشي؟ لغاية هنا احنا ممكن نجيبها يعني. طيب ومديني، طب تعالى كمل بس. بعد كده the required motor earth fault protection sensitivity is assumed to be، هو هنا بيكلمنا عن السيتنج اللي انت هتظبطه للريلي بتاعك، 20% من الفول لود كارنت. يعني خلاص اتفقنا ان اي نسبه بيديهالك فهي بتبقى ليها علاقه بالبيك اب كارنت، هو 20% تيار الريلي بقى الايرث فولت هيبقى 20% من تيار الفول لود اللي هيدولك دلوقتي. بعد كده ان الموتور ده ليه ستارتنج كارنت عباره عن 6 في التيار النومينال، والريلي والليدز المقاومات بتاعتها معاك، وجاي يقول لي ان الموتور داتا باور وجهد وتيار، وافرض ان انت عندك 1 سي تي بس حصل له ساتوريشن، روح احسب لي الاستابلايزنج ريزيستور. ليه؟ لان انا عارف ان لما يحصل ساتوريشن ممكن الريلي يشتغل غلط، فروح احسب لي بقى الار اس المناسبه اللي هتحطها عشان تمنع اي فولس تريبنج ممكن يحصل. طيب اول مطلوب ده ازاي اجيب ال NER؟ احنا دلوقتي اعتبر انت معاك سيستم بقى كبير، خلاص؟ وانت واخد من نقطة النيوترال الأولى كده بتاعت الجنريتور لغاية تحت RE أو ال NER. تمام؟ وهنا بقى في جنريتور يعني أيا كان. طيب، وفي دلوقتي فيز إيرث فولت على فازة معينة. الفازة اللي هنا مثلا. فالتيار هيمشي ازاي؟ يمشي كده ويلف كده ويفضل يمشي كده. فده تيار الإيرث فولت. تيار الإيرث فولت ده في الاول وفي الاخر هو جهد على مقاومه، جهد على مقاومه. طيب التيار هو ماشي شايف جهد الفازه دي بس، يبقى في فيز على الار اي او الام اي ار، يعني الار اي يساوي الفي فيز اللي هو معايا 3300 فولت على جذر 3 على التيار بتاع الايرث فولت اللي هو 400 امبير. من هنا طلع الار اي بتاعتي 4.676، يعني المقاومه دي هتطلع بالرقم ده عشان تخلي التيار الايرث فولت يبقى اقصى حاجه ليه 400. بيقول لك الماكسيمم ايرث فولت يبقى ب 400، اللي خلت التيار ده ما يزيدش عن 400 هي الار اي. تمام. المطلوب الثاني بقى الار اس. اتفقنا بقى عشان تجيب الار اس هم خطوتين، اجيب الفي سيتنج، الخطوه الثانيه اروح اجيب الار اس. الفي سيتنج بتساوي الاي على السي تي ريشيو مضروب في الار بتاع السي تي اللي حصل له ساتوريشن زائد الار بتاعت الليدز. طيب الار اس هي كانت في سيتنج على الاي بيك اب ناقص الار بتاعت الريلي. تمام. تعال نشوف معانا ايه وما معناش ايه وايه لسه ما استفدناش منه. تمام. الار سي تي ماشي معايا اهي، الار بتاعت الليدز معايا اهي، الار بتاعت الريلي تحت معايا، السي تي ريشيو معايا. طب التيار اللي فوق ده انهي تيار؟ هو عايز يشوف لحظه الستارتنج الار اس دي المفروض تبقى بكام عشان مفيش اي سي تي يحصل له ساتوريشن. تمام. لحظه الستارتنج يبقى لازم اتعامل مع لحظه الستارتنج والسيتنج بتاعها. لحظة الستارتنج التيار بيساوي 6 في الاي نومينال، يعني هاجي كده ده تيار الستارتنج دلوقتي 6 في الاي نومينال اللي هو مديهولي كنيمبليت او ريتد فاليو للموتور 549. السي تي ريشيو بكام؟ 600 على 5. الار بتاعت السي تي 28، الار بتاعت الليدز 0.2. هطلع من هنا الفي سيتنج بتاعتي 13 176 فولت. تمام. جبت انا الفي بتاعت السيتنج ومعايا الار بتاعت الريلي ب 2 من 100.
فاضل البيك اب كارنت. انا مكلمك على البيك اب كارنت كده انه 20% من الفول لود كارنت. يعني الاي بيك اب ده 20% يعني 2/10 في الاي فول لود اللي هو ده تمام 549. ولكن التيار ده كده هو التيار اللي فوق مش اللي تحت عند الريلي. التيار البرايمري ده السيتنج ناحيه البرايمري، انا عايز السيتنج ناحيه السكندري لان كل الحاجات اللي هنا ناحيه السكندري. يبقى انا السيبها اضربها في كام؟ في الريشو بتاعتي 5/600. يبقى ده التيار بتاع البيك اب والبي سيتنج بالرقم ده والار اللي هي اهو. اذا هطلع من هنا الار ستابلايزنج هتطلع 14 38%. خلاص كده كده احنا خلصنا. يا رب تكون استفدت يعني شويه من الفيديو، وربنا يكرم ان شاء الله والدراسه ترجع يعني على خير باذن الله، ونقدر نتواصل تاني زي الاول في السكاشن ونشرح ونحل في السكاشن مع بعض، وربنا يكرمكم ويحفظكم ويبعد عنكم اي شر. ونشكر تاني الفريق بتاع كيم كام اللي تعبوا معانا النهارده، بقى لنا بتاع ساعتين وعاملين نصور ومذنبينهم معانا بقى معلش. يلا السلام عليكم.